229 قاضي جديد، من بينهم 127 قاضية كانوا على موعد مع مراسيم تخرج الدفعة 25 من القضاة بمقر المحكمة العليا. الحفل أشرف عليه وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، وحضره عدد من أعضاء الحكومة. التكريم جاء بعد 3 سنوات من التكوين بالمدرسة. الحمد لله يا ربي، نشكر ربي سبحانه وتعالى التوفيق تاعو ودعاء الوالدين اللي رانا هنا اليوم. الحمد لله راني اليوم من المكرمين. تلقينا خلال التكوين، خلال 3 سنوات من التكوين، كان جد عالي وعلى مستوى، بالإضافة إلى استفادتها من خبرات أساتذة سواء كانوا ميدانيين أو أساتذة جامعيين. وزير العدل نوه إلى الرعاية الخاصة التي أصبح يكتسيها سلك القضاء من خلال وضع معايير وأسس جديدة للتكوين. إن المدرسة العليا للقضاء ستشهد رفع التكوين القاعدي فيها إلى 4 سنوات، كما يتم مراجعة محتوى التدريس ومناهجه وآليات تجسيده قصد التوصل إلى ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتأسس خاصة على برامج دراسية ومناهج متطورة تتماشى ومتطلبات العدالة الجزائرية. القضاة المتخرجون بدورهم عبروا عن فخرهم وبالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في المستقبل. اليوم لو تخرجوا شعنا إن شاء الله يا ربي الدفعة هذه تزيد إضافة لقطاع العدالة إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي نؤدي هذه الأمانة اللي علينا، لأنه القضاء تكليف وليس شريف. القضاء هو ليس مهنة عادية، القضاء هو مهنة شريفة، ولذلك سنحاول بكل مجهوداتنا أن نقوم بها بإخلاص وتفاني من أجل تحقيق وتجسيد مبادئ العدل والإنصاف. دفعة هذه السنة حملت اسم القاضي المرحوم يحيى بكوش تكريما لمساره المهني في خدمة القضاء.